من مطرحه. هلا انا ببعت حدا يجيبك. لا تخاف بيعرفك. ولا يهمك بتجي بتلاقي السفره جاهزه. لا تحرك من مكانك هيعمل لك اوعك. ابو كيروز ابو كيروز. خير ماما شبك ملهوفه؟ خالي رشيد جاي لعنا جدك. يعني ليش انت عندك خال طيب لهلا؟ طبعا لكان هذا خالي الصغير اكبر مني بعشر سنين فقط. يا ابو بطيخ خرطوش فردك مدام. ابعت لي محروس. وينه؟ راح على وزاره الماليه يسوي معاملات الشركه. بتعرف تسوي؟ عالوادي. عم تنكيت ودمك خفيف. بتعرف ولا ما بتعرف؟ بوعدك وعد شرف بتعلق. ابوك يا العلم. ابعت لي ابو ياسر اوام على راسي. امي ليش ما خبرتينا قبل هلا عن خالك؟ صار له أكثر من 30 سنة مفقود، انسيته والكل مفكرينه إنه ميت. طلبتيني متى؟ أنت معك شهادة سواقة مو؟ أوف لك واشتريناها سوا. يعني ما بتعرف تسوق؟ ولو شو نسيتي لما كنت آخذك كل يوم بالسيارة؟ أنت كنت تاخذني لوين كنت تاخذني؟ صباح الخير عمو. صباح الخيرات. هلا قبل ما يجي محروس، مين كان يوصلك بالسيارة؟ هلا وقتك أنت الثاني. شوف بتاخد السيارة وبتروح لي على كراجات العباسيين، على الباب بتلاقي واحد عم يبيع لحمة مشوية. عرفته تبع الكالينا. لك البطيخ المبسمير بجنبه بتلاقي في واحد ختيار واقف بتجيبه وبتجي. طيب شو اسمه؟ رشيد. مثل البرق؟ لا مو مثل البرق، بتروح وبتجي على مهلك، اضرب الرجال مثل شمعة آخر الليل، واقف على نفخة. حاضر. لا تنسى اسمه رشيد. رشيد بين عليك بتحبيه. الوحيد اللي بقيان من اخوالي. امشي لنساوي اكل قبل ما يصعب. طيب ماما ليش ما بنطبخ شي دسم؟ يعني جار لحمه بالصينيه بكون جوعان. خالي رشيد نباتي ما بحبها للحمه. يعني حلوه تستقبليه بالهيطليه؟ هو بيموت بالهيطليه. هلا بتشوفي شلون بيخلع الطنجره بدون ما ياخذ نفس. اوف كل هالقد؟ اصلا هو ما حدا خرب له بيته غير الهيطليه. شلون؟ خالي الكبير الله يرحمه كان ما معه مصلحه وقليل مروه شويه، كان يعمل هيطليه ويروح يبيع على باب المدرسه الصبح. ايه. وخالي رشيد كان يحب الهيطليه كثير ويخليه لحتى ينام يروح ينسف له الصدر. شو صار؟ يضل يتحلف انه بس يكمش اللي عم ياكل هيطليه بده يقصف عمره لانه ما كان عرفان مين. ايه. المهم طلع خالي رشيد هو اللي عم يسطي على هيطليه. كمشوا خالي الكبير وضل ينسف فيه قتل لحتى دهدك ودهدك. وبعدين تاني يوم الصبح فاقوا ملقوا بالبيت، ما خلوا محلوا هن يدوروا عليه، ما كانوا يلاقوا. وهلا بيا تفضل اخ رشيد تفضل. هون شو هون؟ هون الشركة اخ رشيد. الشركة تبع المدام اللي حكيت لك عنها بالسيارة. أنا شريك فيها. إيه طيب يعني أنا هلا شو المطلوب مني؟ طالما المدام طالبتك معناتها ضربتك محرزي. لأنه هي المدام إذا حبت حدا بترفعه لفوق الريح. اسألني لي. شو عرفك انها حبتني؟ ولو يا اخ رشيد ولو. عم اقول لك وسطني سوق على مهلي من شان ما تتأذى. قال شو؟ مثل شمعة اخر الليل. شو بقى شمعة اخر الليل؟ عملت على حالها. عندك خبز يا بيت؟ ويش الحمد لله على السلامة بعد غيبة. الله يسلمك. ابني جميل. ونعم يا بنت. صهري فراج. ونعم الصهر خذيت عين. بنتي كوثر. ونعم الكوثر. كنتي بوسينا. ونعم الكنيل بوسينا. عك الخبز يا بيت. معمر السفرة جاهزة تعال. ليكون جايبينه بدالي. Sorry.
مش هيك عم ياكل المقدوس مثل لما الدب بياكل السمك بافلام كرتون؟ تكسكتي بلا ما تسمعك حماتك. وهلا المفاجأة. شو هلا؟ ولو هي طلية. ايه رح اجبركم الحس لحسه مشان ما تزعلوا. ليش انت ايمتى بطلت تحب الهيطلية؟ انا من طول عمري ما بحبها، بس بدي اكل يعني من شانكم. بالنسبة للهيطلية لا يكن لكم فكر بنوب، انا بتكفل فيها. فرج. بعدين بدي اخلي مطرح مشان اكل انا ومرتي، لانه اذا ما اكلت انا وياها بتفكر انه عندها ضرة. تجوزت؟ انت شايفتيني عاجز؟ متجوزة لسه نفسي خضرة يا مدام. عفوا، ليش حضرتك مدموزيل؟ لك شو نسيت اسمي؟ ايه عفوا كمان، يعني عرفتيني على كل اللي على حضرتك. الو؟ ايوه لحظة موجودة. امي مدري مين بده اياكي. هاتي لشوف. الو الو خالي. نسيتها، بس الظاهر خربطوا فيك لأنه في واحد هون بيشبهك. طيب ماشي، لا هيك أكيد ما رح يخربطوا فيك. مع السلامة. ممكن نعرف الاسم الكريم؟ أنا اسمي رشيد. شو جابك لعنا لهون؟ أنا كنت واقف بالكراجات عم ألم خبز جابس، طلعني واحد باسمي، قلت لحالي معرفة قديمة، طلعني بالسيارة، تعالي بالسيارة بده يوصلني، قام جابني لهون سلمكم يعني. يا أخ رشيد، ما سألت حالك ليش الجماعة مهتمين فيني هيك؟ الأخ اللي جابني لهون قال لي إنه في واحدة مريشة وحاطة عين علي، قلت لحالي مولة رزق. ما قلت قبل شوي إنه منضرب على قامتك ومتجوز؟ محسوبك كفر يا الصخر، شو فيها يا صاروا أربعة؟ اتاكلك الضبعة، شوف أخ رشيد، بتروح من هون؟ ولا خلي حدا يزلط لي وانزل فيك دق، خلي المقدوسات اللي سممتهم يبقوا بك، شي من تحت شي من فوق. طولي بالك يا مدام، طولي بالك، الشغله مو هذه كلها كم مقدوسه. بعدين هي انا خبركم يعني انا قلت لهم شال خبز يابس. ابو كيروز اتصرف. هذا خبز يابس. ابوك يا الفقر ما خلى مقدوسه. قدام الكراجات بتلاقي واحد واقف جنب بياع اللحمه المشويه ورافع عكازه، بتجيبه وبتجي. حاضر مدام، نص ساعه بيكون عندي. مو تخربت انت التاني. معقوله مدام؟ خلاص رافع عكازه. استعجل. كنا بالمدرسه سوا. المدرسه سوا ابو ياسر؟ انا حاطاني يا رجال. ما قلت لي انه خالي. يعني اذا ما قلت لك انه خالي بكون حاطه عيني عليه؟ انا هيك فهمت. هيك فهمت؟ شوف ابو ياسر مره ثانيه اذا بسمع انك الفت علي قصص او طلعت عني اشاعات طالعه نازله ما بتلوم الا نفسك. وانت بعد تطحين اطلع لسوق. بس تلاقيني هون واقفه بتضل واقف، فهمت؟ خلطون صدق انا. شيء الفردوسي. وقت اي صف ضليت سوا؟ اجتمعنا بس بالرابع. وبعدين كني راح حسرينه؟ لا ضلينا فتره منيحه بالرابع انا وفردوس، وبعدين تركنا المدرسه. يعني ضليتوا للصف الرابع وبعدين تركتوا؟ لا هن بطلونا لانه بلغنا سن الرشد. معناته انت وهالفردوس صاحبتكم قديمه كثير؟ شو صاحبه قديمه؟ كنا نحب بعض وانا لهلا ما تجوزت من شانها. ما تجوزت منه؟ لا هو اتجوزت كذا مرة بس ما بحسبهم لأني ما قدرت أعيش معه. كنت أطلع بالوحدة منهم وفكر وقول لحالي هاي مرة وفردوس مرة، ما لقي حالي إلا بالمحكمة عم أطلي. طيب وليش ما أخذتها من الأول؟ ما كانت بتحبها؟ هي كانت تموت فيه، بس منين طلع لي هذا ابن عمها ما بعرف، جوزوها غصبا عنها. وبعدين صار عدة محاولات بس ما كانت تزبط لأني كنت متسرع. طيب وليش هلأ ما بتجرب؟ ما عاد يمشي الحال، صارت تكرهني. والسبب؟ من كتر ما طالعت عليها إشاعات. وليش أنت يا أخي لطالع عليها إشاعات؟
قلت خليها تضطر تتجوزني من شان تحط حد للإشاعات، بس ما في فايدة. كل مرة تعرف إنه أنا اللي طالع الإشاعة تقوم تتفركش القصة أكثر. أبوك يا الحب. لا إيش خالي؟ يا خالي لك شو هاد؟ هاد مو خالي. شلو؟ أنا عملت مثل ما قلتي لي، رافع عكازه. خالي مو شب ومو أصلع. شو بدكم مني؟ لك ليه جبته؟ مدام رحت محل ما قلتي لي على الكراجات، لقيت الأخ حامل عكازه ورافعه لفوق. ليش رافع عكازك؟ الله وكيلك يا مدام، أنا كنت عم ترزق بأمان الله. أنا جا واحد عكاز رافع ختياره، قال لي ارفع عني الختيار وأنا بهوي مطرحك. عم يهوي لأمي؟ مو لحدا، عم يهوي. حاكم أنا ببيع كراجات لحمي عند الصلويش. لا؟ ليش ما حكيت له للأخ لما إجا محروس ياخدك إنك كنت واقف على الشباك عم تبيع لحمة محل الكراج غير البيت؟ ليش أنا لحقت ارفع عكازه وحطه صفة السيارة قدامي؟ فتح الأخ وباب شدني لجوا، دعس بنزين، افتكرته جاي يخطفني. على جمالك ولا على فصاحتك؟ لا على مصرياتي. تضرب شو لبين؟ فهمني، وينو الأخ رشي؟ مينو الأخ رشي؟ اللي كان رافع عكازته. تركته عم يهوي. عم يهوي لمين؟ اخلصنا بقى، قفعت معي منكم كلكم، طفش الزيت لراسي، صحي ما بيحك جلدك الا ضفرك، انا رايح جيبه. خلص فراش، انا رايحه، مثل ما بيقول المثل، اللي بيعتمد على صباط جاره بيبقى حافي. خلص جميل، حولتني شبك هلا بجوعان. معك حق، وين بدهم يروحوا يعني؟ حبيبي جميل، بكونوا اخذوا عشي مطعم يعشوه. مرت عمي بتحبه كثير لخاله رشيد. أنا ما بقدر أتحمى، بدي أتعشى. والله فكرتك بالك مشغول على أمي وفرج، يعني بشوم عليك. ليش حتى انشغل؟ إذا صار ما صار، أمي بتفقع زلغوطة، فرج بيهد الكراجة. إجوا. قومي حطي لنا عشا. ليش تأخرتوا؟ نقطع نفسي من هالمشوار. انشغل بالنا عليكم. خالكم رشيد في الحبس. شو عمل؟ ما عمل شيء، كان قاعد عم بيهوي. عم يهوي لمين؟ لك اسكت أنت، هلا ليش أخذوا؟ شو التهواية ممنوعة؟ لا. بس بيع اللحم المشوي على العرباية ممنوع. وخالك رشيد شو دخله؟ كان قاعد محل هذا المسطول اللي جابه محروس. هلا خبرونا، حدا يقلنا شو صار؟ ما صار شيء، رحنا على الكراجات من هون، لا لقينا لا في بسطة ولا رشيد. وين راح؟ لك هلا بنفهم القصة ونحن عم نتعشى. يا ستي شيء انه نزلنا من السيارة وركضت لك رجال اللي عند هذا المسطول اللي جابه محروس. قال له الله نفذك يا ابو الخل. ليش صار شيء؟ قال له انت رحت من هون واجى الدوري التموين من هون، اجوا البسطه والرجال. ليش ما في رخصه؟ عداكي عن انه ما في رخصه، طلعت اللحمه فاسده ومتسمم منها 20 بني ادم. يا لطيف، وما رحتوا دورتوا عليه؟ دورنا عليه ولقيناه، بس ما في اثبات يثبت انه مو هو صاحب البسطه. وابو الخل وينه؟ ابو الخل فص ملح وداب، بصمات ما في. طيب عشا ما في؟ ما في غير بصمات جدك رشيد يلي هنيك. قالونا انه جدك رشيد مسح البسطة، يعني مسح البصمات، وابو الخيل من 10 سنين. طيب وهلأ شو بدنا نعمل؟ ما بدنا شيء، هلأ بدنا نروح الناموس صباح رباح. ما بدي، ما بنام لأتعشى. وينو جدي رشيد؟ اسكتي لك كوثر اسكتي، بعد 3 ساعات من محاولاتنا لإقناع المحقق بأنه خالي رشيد مو هو صاحب البسطة، واقتنع المحقق ومشي الحال، إجا جدكم رشيد نزع الطبخة كلها وطالعني بسواد الوش قدام حضرة المحقق. ليش شو عمل؟ تنح انه هو صاحب البسطة. ليش؟ من وين هو صاحب البسطة؟ شو بده يلهفها؟ اخ يا جميل اخ، وقت عرف لك انه ابو الخل بجوز يروح فيها 2 3، قال لا لازم اقف جنبه مثل ما بقف جنبي وحمل عكازه. اي لا، اما هالخالك الاخ رشيد شي شهم، شهم اصيل. يضرب منه لهالشهامه، هي شهامه، هي حيوانه هي. قال خالي رشيد من امنك لا تخونه ولو كان خوان. شو يخونه ما يخونه؟ ليش هو اصلا امنه؟ منين بيكون شو هالامتى؟ طيب يا امي اقنعي، خدي وعطي معه، ناقشي فهمي يعني. ليش كان يفهم؟ كان يستطعم؟ كان يزوق؟ كان يقتنع؟ لا تنح
تيس. معناها جميل طالع لخاله مخول. بعدين هذا التاني ما بيعرف انه الشغلة ما نلعبت اولاد صغار، يعني فيها جريمة، فيها تسمم، مو شغلة رخصة ومخالفة. لك لو ما بيعرف نص مصيبة. لك طلع الشعر على لساني وانا اقول له يا خالو هي فيها حبس، يا خالو هي فيها مسؤولية. اللي ابدا لو بيعلقوا مهنقتي ما راح قر. انا طرش الزيت لراسي من هالقصة. صحيح ما حق جلدك الا ضفرك، انا نازل شخصيا رايح جيبه بطل الطير. ايه تعال هون، كل شيء انت تحط ايدك. بعدين انا هلا مالي فاضية، المسا جاييني ضيوف على السهرة. ايه وسلاح الرشمبر تبعي يا ما قلت لك 100 مرة لا تخلص. ايه خلص تبعت انا وياه العمى تضرب منك اله اله. انا شو دخلني؟ طلعت يا مجد فلوس المرسل المعذب المكرم ربحي المنحوس. لك شو عم يساوي عندك ولا؟ أه؟ لك يا اخي خيالتني انت رايح جاي. لك شو بك اليوم انت شو بك؟ ما بني شيء، يعني ضروري يكون بني شيء. اخي شو رايك؟ ابعتلك مشكلتك على الزاوية النفسية بمجلة الفانوس. اخي انت لا تتدخل باموري، فهمت ولا لا؟ بعدين شو هي مجلة الفانوس؟ هي مجلة فيها زاوية نفسية، تبعت لهم مشكلتك يعني يصيروا لك الحل. وبيطلع منها شيء يعني؟ لك يا اخي بعدين هي المجلة بينصحوك شو تساوي؟ فيها خبراء نفسيين للناس النصريع النهبيل النهويس. يعني انت بعدت لهم شي مرة؟ لك انا صرت كاتب لهم اكثر من 100 مرة وعلى طول بيردوني بالزاوية. اف اف كل هالقد عندك مشاكل؟ لك انا ما عندي مشاكل، بالعكس انا فاضي. بعد لك بهالليل بدي استنى شو بدي اعمل؟ بلف قصص، شي باسم العاشق والهان، شي باسم المعذب الواقعة، كل يوم شكل. وبتبعت باسم بنات كمان؟ ليش شو في ورانا؟ بس انا بنصحك ها، لا تبعت لهم مشكلتك، لانه انا صرت كاتب لهم شي 4-5 رسائل فيهم مشكلتك، وكل مرة بيجيني الرد واحد، انسى امر هذه الامرأة يا غبي. لك ليش عم تاكل هواء؟ انا قلت لحالي بركي شي مرة بتلزق يعني. يلا بلا حالك فاضي، قوم ساوي قهوة. تصطفي تصطفي، انا بساوي لك قهوة وانت اشرب وارفع ضغطك. امشي خلصني. عمى مات خالة لأمي رشيد مات. عظم الله أجركم. عظم الله أجركم. كفر الله سعيكم. عظم الله أجركم. مين؟ الله يرحمه شو كان منيح. الله يرحمه رحمة الله عليه. رحمة الله عليك يا خالة لأمي. أمي العمر إليك، العمر إليك. مات خالي رشيد. خالي رشيد ما؟ ايه مات. لك انا دول تبعت قهوة المرة. شو عم يساووا برا؟ بعت لك حمي. شو عم يساووا؟ قولي لي شو عم يساووا؟ هدول شوفيرية المدامات. شوفيرية المدامات؟ فوت على المطبخ. يعني ماما؟ فوت على المطبخ. يا اهلا وسهلا. اهلين وسهلين، نورتوا وانستوا. يسلقوا بدنوا هالكونديشن، ما لا ينتزع الا على زيارتكم. فكرتوا مات؟ قام طلع ماما. شو عم تساوي انت وياه؟ كسرت البيتيفورات؟ عمر امك موصيتني ما مد راسي برات باب المطبخ ابدا ابدا ابدا. مشان شو؟ مشان ما يشوفوني رفقات النسوان تستحي فيني لانه. وانا زقيت زق لحتى فتت على المطبخ والتوقيت رقابهم هن عم يطلعوا علي مثل الصراصير. خلصنا بقى انت وياه. حبيبي جميل هون اريح برود. عم جوا المفرز اللي برا بتشهي. لساتكم كنا قاعدين ما جهزتوا لي العصير. وجدي رشيد ماما شو بودي الثانية؟ يعني بدنا نتركه هيك لاطعينه؟ لك نحن صحنا نطلعه قلنا لا. طيب بركي اعترف انه مو هو صاحب البسطة. انا فرجت رجيته للمحقق انه اذا حصل معه شيء اتصل فينا لهون. هلا لا تخيلوني. خليني على حدا يرد. تروحوا خلق. ايه لا تاخذوني على طول معجوق. ايه 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 الو اهلا اهلا حضرة المحقق.
يا هلا، ايه عرفتك لكن ما عرفتك؟ البياع الاساسي سلم حاله. شكرا لك، ممنونتك. انا هلا انا ببعث شي شوفير من هالشوفيريه يجي ياخده. برونتو، اريفيديتشي سينيوري. نحن كنا طالبين هيك قطع غيار من روما، ايه فوصلوا رح يبعثوا لنا اياه هون. ليش عم تشتغلوا بقطع غيار للسيارات كمان؟ يعني مفكرين ناخذ وكاله الفينو هون. بعلم الفينو شغل فرنسا. عن اذنكم يا جماعه، الفينو مو شغل فرنسا، بجوز عندهم وكيل واحد عم يمشي لهم امورهم بكل اوروبا ومركزه ايطاليا. نحن كنا هيك وصار عندنا 3 مكاتب بكل اوروبا. لك خلصوني بقى، جاريتين على قلبي. طيب خلصنا. منيحة. مين اتصل مرت عمي؟ ما حدا. خليه يقعد له كمان ساعة زمان بالمخفر، ما رح يخس. أحلى ما يجي يفضحنا هلا. أمي؟ ها؟ يا أمي تعالي. روحي روحي ضيفي جماعة. شو بدك؟ أمي بدي أطلع لبرا. هلا حليلك تطلع لبرا. ما عند أحسن. يطلع البلع شي تاب. مرت عمي بوس إيدك، هذا بيعطش، صرت شربان 5 أنالي. إيه تضرب منك إله. ماما الكاسه اللي دقتي منها اخذتها خالي هي. كيفك وبدنك؟ اهلا وسهلا. ما شاء الله ما شاء الله، مو باين عليك الكبر. يلي بشوفك ما بيقول عندك ولاد شباب. منلا بنتي الكبر لسه كم يوم بتطبق الطعم؟ عن اذنكم لحظه، شوفي معجوقه انا هيك على طول. الو الو، اهلين وسهلين يا حضره المحقق. طيب ما بتقدروا انتوا تبيتوا عندكم للصبح؟ لا لا، مو قصدي انه فاتحين اوتيل، لا، بس يا اخي ما في عندي انا رجال يروحوا يجيبوه. انا بخاف اطلع لحالي بالليل. اوكي بيان سور، او ريفوار. لا تاخذوني يا جماعه. فراش فراش، علي رشيد جاي. طلع برا فراش. سياره الشرطه رح تجيبه لتحت. انتو بتنزلوا بتستناولوا بتاخدوا، ما بدي اياه يطلع لهون. لوين؟ خدوا على الهفا، وين ما بدكم خدوا، المهم ما يطلع لهون. بعدني امبارح كنتي تحبيه ولساتني بحبه، بس هيئته بتخجل. هدول ما بدي اياهم يشوفوه، ما بيرحموا شيات المخمل هدول. وبركي صمم بيفوت يشوفك. بتقعدوا بالمكتب لبين ما يروحوا هدول. واذا صمم بيفوت يشوفك؟ اذا صمم بتجيبوا له حلة بيحلق له شعره ودقنه، وبتجيبوا له صباط بدل الشانوق اللي لابسه، وطقم بدل الانباز، وبتفوتوا وشواربه نحلق له يا عروس. لك لا، بس جذبه التشذيب. تعا تعا جميل، اسمع مني شو عم احكي مشان فرج ما يقضي على خالي رشيد. ما بدي عيد القصة، احكوا له. هم ونزاح عن كتفي. شفتوا على حسبهم شر التليفون. لك لي خالي رشيد. ايه الو، يا اهلين وسهلين ومرحبتين، كيفك انت؟ لوين راح؟ شكرا، يعطيك العافيه، جود باي. اخ طلعت منه ما طلعت مني. عن اذنكم لحظه، راجعه فورا. انا جميل جميل، ما في داعي تروح تجيبه لخالي رشيد. ليش؟ خبرونا من المخفر هلا انه سيارة الشرطة راحت بمهمة، خالي رشيد ما حب يستنى. طبعا ناطعينه بالمخفر. لك هاش يا ناطعينه ولا شيء، اخذ معزز مكرم. المهم بدنا نروح ندور عليه. لك شو تروحوا تدوروا عليه، هلا بيرجع لحاله. ما بيعرف العنوان. كنتي مثل ما اتصل اول مرة بيتصل ثاني مرة، بدبر حاله. فوت. تعال ندور عليه شو ما في داعي. تعال تعال. ابوك يا خبرة، اقرب جيشن وخبرة. صباح الخير ابو كيروز. اهلين. طمني، اجى لك رشيد؟ شو بيعرفني؟ فقار يكسر بعضه، بعدين اخي انت شو جايك من هي القصة؟ لك بركي قصتنا انا وام جميل بتزبط على ايد الله وايد خالها رشيد. ها خالها رشيد، هلا خالها رشيد بده يظبط لك هي المعجزة. هو صار يومين بدأ يجي من العباسيين لهون معني ايديه. خالة رشيد بيمون عليها،
انا باخده وبعزمه على غدا على عشاء، باخده هون بون بطبقه. وش كان بدك تطبقه؟ بلعب له بعقله، بفهمه انه فردوس عم تشتغل بين رجال، وانه يعني عم يطلع مسموعيات، وانه انا ما بيهون علي، وانه لازم يكون في رجال يضبها بيقوم بيجوزني اياها. وبركي رفضت؟ ايه ما بتقدر، ساعتها بيجوزها بالصرمائي. هدول الكبارية ما عندهم مزح بشغلة السمعة. هدول الكبارية ما عندهم مزح بشغلة السمعة؟ يعني ما بيمشي الحال بلا اشاعات. لكن شلون بدك تخليه يقتنع؟ احكي دغري بالموضوع واطلب ايدها منه. ايه ما بيمشي الحال. اذا ما طلع ريحة شويط بالموضوع ما بيمشي الحال. بيقول لك ايه بعد الكبرة جبة حمراء. صحيح غريب تعلق بعشي. لا في قلبك عشي. يلا فركاس خانم بجيك لهم. لا خلص يعني بدك ما تواخذيني بهالدجة مرت عمي، بس كل الحق عليكي. فراج لا تحملني فوق همي هم. يعني كان لازم تقولي لنا من لما اتصل اول مره. لك انا شو قلت لحالي يا بنت؟ كلها خمس دقائق عشر دقائق ربع ساعه انفلقت. بيروحوا هالنسوان منروح منطلعوا ومنرجع. انا ربع ساعه امي، هدول اذا بلشوا باللت والعجل ما بيقعدوا يخلصوا. هلا النسوان اهم من جدي رشيد؟ عن طريق هدول النسوان صرنا عاملين كذا تجره يا فهيمه. وجدك رشيد صار له 30 سنه مختفي، ما رح ينطعج اذا استنى كمان نهارين. اصلا انت ما بتحبيه، لو بتحبيه ما كنت استنيتك كل هالقد. غرسي وليه؟ بعدين انت من وين لوين لتعرفي لخالي رشيد؟ هذا خالي وليه وانا بعرف شلون اتصرف معه. مرت عميه بتكون حمدت الهيطليه. مرت عمي بالنسبه للهيطليه يعني انا امبارح قلت لحالي احسن ما تحمض بالبراد قمت. الو الين مين بريدة؟ مرت عمي في واحد بده اياكي. الا موجوده ولا مو موجوده؟ هات. ايه موجوده موجوده. بتاخذي تحكي معه؟ هات. مسكي خي احكي معه. لك هات بيع السقاله يعلو قلبك. الهي الو الين خالي وينك انت؟ كيفك انت؟ لا تتحرك من مطرحك اطلاقا، هلا بيروحوا بيجيبوك على الحارك. لا لا هالمره ما راح يخربطوا فيك. انت ارفع العكازة. لا لا بتكفي العكازة. طيب مثل ما بدك. علامة تانية؟ علامة تانية علامة تانية. طيب عض الانباز وارفع العكاز. استنى لا تتحرك من مطرحك. محروس؟ نعم نعم مدام. حاضر. محروس بنفس المحل تبع اولت مبارحة بتلاقوا واقف رافع عكازه وعاضد انبازه. ما في داعي لكل هالعلامات صرنا بنعرفه مدام. صحيح نسيت اني قلت لك، مو مشكله خد فرج وروح. يلا فرج تعال روح مع محروس. مرت عمي رافع عكاز بايده اليمين ولا الشمال؟ فرج ما في وقت روح. يلا ماشي حط له شواربه. روح خلص حط له شواربه. يلا ساعه بده لحتى يتحرك. انت الثانيه صري يا شوي، بدك الا جدك ما ياكل هيطليتك اليوم. سبقتك شفت شلون انت طلعت بالاسانسير وانا طلعت. منين؟ اجا جدو رشيد. شرف محروس شرف محروس. عم رشيد ما اتصل؟ ليش انتوا ما رحتوا على الكراجات؟ رحنا وما لقيناه. هلكني خالي رشيد هلكني، وين راح وين اختفى؟ قالوا لنا جماعه انه شافوا واحد رافع عكازه وعاضد على انبازه، واجوا جماعه العصفوريه واخذوه. عصفوريه؟ ليش اخذوه مشان شو؟ لانه رافع عكازه وعاضد على انبازه. ايه ما بصير شو الشغلة هيك؟ مو معقولة، لو كان شرح لهم شو القصة كانوا فلتوه. الناس هنيك قالوا انه جماعة العصفورية حاولوا يحكوا معه، بس هو ما كان يرد عليهم. ايه مو معقول شو الحكي؟ خالي بيحكي قد بلد. قال ما كان يرد لأنه كان عاضد على الإنباز، وكل ما يحكي بيقع إنبازه. ايه والعالم شو عرفها بكل هالتفصيلات؟ لأنه كان يمسك الإنباز بإيده، يحكي كلمتين ويرجع يعض عليه. وما سمعوا شو كان عم يحكي؟ سمعوا بس كان يقول لهم هلا اذا اجوا ما بيعرفوني ويرجع يعض على انبازه. ايه لا مو معقوله. شو بيعرفني؟ هيك قالوا لنا. وشو عرفكم انه هذا جدي رشيد اللي اخذوه؟ ليكو فرج اسالي. لانه لقوا عكازه محل ما كان واقف وعاضد على انبازه. قال من كتر ما شدوه فلتت من ايده. هلا ما بقى حدا معه عكاز غير جدي رشيد. وسينا روحي فيقي جميل ومشوا وراي كلياتكم. لوين مرت عمي؟ على العصفوريه. شو مرت عمي؟ شو أجرتي الطابق الفوقاني؟
لا الفوقاني ولا التحتاني، رايحين نطيل يا خالي رشيد من العصفورية. أبو سينا الله يرضى عليك، واطبي لي فرشاة أسنان وعدة لحلاق وشغيارين، أواب الله يرضى عليك. ليش؟ لك شو ليش؟ إذا عرفوا إنه نحن قلنا له يعض إنبازه ويرفع عكازه راح يحطونا بنفس الجناح تبع جدي رشيد، حطوا لنا الشارع. Ta-d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 a-